بداية هذه المسيرة التقليدية على مدى عشرات السنين في مدينة الناصرة. مدينة الناصرة تحتضن هذه المسيرة، هي عاصمة الجماهير العربية، وهنا انطلقت المسيرة الأولى من أول أيار. هذه مدينة توفيق زياد، مدينة المناضلين الأحرار. رسالتنا للعالم أجمع يا عمال العالم اتحدوا، نعم مع العمال، نعم حق العمال، نعم لكل حق لهذا في هذه البلاد العامل، للمضطهدين، للفقراء، للمساكين. نرى الأزمة السياسية في هذه البلاد تضع ثقلها على العائلات الفقيرة وعلى العمال، ونرى البطالة وسوق البطالة، ونرى الوصل العربي يضخم هناك بطالة قوية داخل المجتمع العربي. هذه المسيرة مسيرة أول أيار من الناصرة عاصمة الجماهير العربية، أعلناها بالرايات الحمر، نعم لأول أيار، نعم للعمال. من هنا انطلقنا من سير شارك في زياد حتى العين، نظفناها الجبهة والحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي وأيضا الشيوعية. ننطلق جميعا نقول رايات الأول أيار خفاقة عالية، ونعتز بانتمائنا للحزب، نعتز بانتماء الحزب الشيوعي، نعتز بانتمائنا للجبهة، وأنا كعضو بلدية منتخب أعتز بانتمائي لهذا الحزب. عمال سيء، نرى عمال بطالة وغلاء المعيشة الذي يكون فوق ثقلي على العائلات الفقيرة وعائلات البسيطة. هناك غلاء معيشة كبير في البلاد، نرى المظاهرات والمسيرات في هذه البلاد، ولكن لا مستمع لا مجيب من هذه الحكومات. الحكومات تضع ثقلها على الفقراء وعلى المساكين، ولكن دائما الحزب ورايات الحزب ورايات الحزب الشيوعي مع العمال، ونحن مع العمال ومع الناس وبين الناس، وسنقف معهم يد بيد من اجل هذه. طبعا ظروف العمل قاسيه، نرى العمال، هناك حوادث عمل كثيره في الوسط العربي ايضا تضع ثقلها على العمال العرب. هناك ليس امان، وعلى المسؤولين في الشدروت والنقابيين من قبلنا ايضا من قبل الجبهه والحزب الشيوعي ان يكون صارمين، ان يضعوا قوانين صارمه على الرجال وعلى المقاولين وعلى المشغلين لحمايه العمال. العامل الذي يكدح من اجل عائلته، من اجل ان يقتاد لعائلته، يذهب او يخرج اليها الى العمل ويرجع اليها في قالب خشب. لا نريد هكذا، نريد العمال ان يحيوا بكرامه وسلام وامن وامان. طلع يعني اهميتها عاده ان العمال عاده مهضومه حقوقها. هاي السنه مع ميزانيه الدوله في مهمه ناكد على حقوق العمال اللي هاي الحكومه بتحاول كمان تاخذ منهم حتى الحق في الاضراب. ففي اهميه هاي السنه خاصه، عشان هيك كمان المسيره السنه اخرى. بشكل عام وضع العمال بالسنوات الاخيره في طبقه اللي وضعها ممتاز، في طبقه مستغله وبتم انتهاك حقوقها. لما بنحكي عن عيوب العمال لابد نحكي عن حوادث العمل، القتلى العرب وظروف عملهم. طلع خارطه العمل بشكل عام باسرائيل انه الناس اللي بتشتغل بدها تمول الاستيطان وبدها تمول الشرطه والجيش، عمليا بدفعوك ضرائب عشان تمول الاحتلال، وهذا مهم انه احنا نبلش نحكي عليه بشكل اوسع كمان لليهود. نحن اليوم في مسيره الاول من ايار ايد العمال الاحرار، هذه المسيره من اجل حقوق العاملين، ونحن نعلم انه العاملين اليوم وخاصه العمال العرب في أسوأ ما يكون من أوضاع، والكثير من العاملين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة، والحكومة لا تصنع شيئا من أجلهم من أجل الحفاظ على حياة وسلامة العمال. في هذا اليوم نؤكد على حقوق جميع العمال. عاش الأول من أيار عيد العمال الأحرار. ما ذكرت العمال اليوم في أسوأ الأحوال، القليل الكثير من العمال لقوا حتفهم للأسف الشديد، والحكومة حتى اليوم لم تحرك ساكنا من أجل تحسين أوضاع العمال. أولا اسمح لي أن أستغل هذه المناسبة وأن أبعث بتحية إجلال وإكبار لكل جمهور العاملين والعاملات في كل القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي. هذا اليوم وهذه المناسبة المقدسة التي تأتي بنا إلى هذه المسيرة التي تبعث برسالة سنوية لكل المواقع، لكل الحكومات التي تحاول أن تقمع كل شرائح مجتمعنا، وخاصة شرائح العمال والعاملات، الشرائح المستضعفة، وخاصة في ظل غلاء المعيشة الذي يأخذ بالازدياد والتفاقم، مما أدى إلى دخول العائلات المتوسطة إلى دائرة الفقر، وهذا أمر مقلق جدا. هذه الرسالة لجمهور العاملين والعاملات، اتحدوا ففي الاتحاد قوة. ونحن من خلال النقابات
نرافق جمهور العاملات والعاملين في كل النضالات العمالية التي نتوخى من خلالها إحقاق العدل وإحقاق الحقوق بما يتناسب مع المعدل المعقول للحياة العامة. وضع العمال دائما في ظل غلاء المعيشة والتآكل بالأجور آخذ في الازدياد سوءا، بمعنى أننا نشهد موجة من الغلاء ونشهد تفاقم في أوضاع العائلات، توجهات بصعوبات مادية جمة تعاني منها هذه العائلات. تخرج المرأة ويخرج الرجل إلى العمل، ولكن مع هذا لا يستطيعون أن يسدوا قوت يومهم وأن يكملوا الشهر للعيش بكرامة. لذلك من هنا نحن نطالب هذه الحكومة بفتح كل اتفاقيات الأجور وإحقاق العدل بما يتوافق مع غلاء المعيشة المتفاقم، وكذلك إيجاد خطة اقتصادية تناسب كل العائلات وخاصة العمال والعاملات في هذا الوقت. يفتقر العمال والعاملات في الفترة هذه أو في كل السنوات إلى الحد الأدنى من وسائل الأمن والأمان في أماكن العمل، وهذا أيضا يأتي في ظل سياسات ممنهجة ضد لضرب العمال والعاملات وأيضا لضرب أصحاب العمل أصحاب الورشات. ولهذا نحن نشهد بأن النسبة العالية من حوادث العمل هي بغالبيتها من جمهور العاملات في المجتمع العربي والمجتمع الفلسطيني، ولذلك نحن نحاول أن ننهض بهذه القضية لأجل إيجاد حلول مناسبة. عام وكل العاملين والكادحين بألف خير. هاي مسيرة تقليدية الأول من أيار، كل سنة بنعملها في الناصرة. رسالتنا هي رسالة ضد التمييز وضد الاضطهاد ومع حقوق العمال، وكل عام وألف خير. كيف وضع العمال اليوم؟ الوضع العمال بالذات في الوسط العربي والعمال العرب الوضع جدا صعب، حتى من أي حقوق يأخذوها. اللي احنا منطالب يكون في عندنا حقوق، وبالذات موضوع الأمن والأمان. كل عام وكل عمالنا بألف خير، نتمنى لمجتمعنا الخير. رسالتي أولا أنه نطالب حقوق كل جميع العمال بناحية القوانين والألعاب بعتهم، واتمنى لهم خير ومحبة. بهذا اليوم برسل رسالة كمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، العمال اللي هني بيشتغلوا بأراضي الإسرائيلية، وكل إن عامته بخير وكل أيام وإني بخير. وبتمنى لمجتمعنا بأجمعه من أرض الناصر، من أرض المحبة، من أرض السلام، نرسل رسالتنا لجميع أهلنا وشبابنا أن يخففوا من الضرر العنفي، أن يخففوا من العنف، أن يخففوا من الحروبات. بطلب منهم المحبة، السلام لكل مجتمعنا. وضع العمال مش على أحسن ما يكون. إحنا موجود في وضع سياسي عام مقلق جدا. إحنا في وضع سياسي مقلق من ناحية اقتصادية واجتماعية. وضع العمال اليوم يعني بوسطنا العربي قليل ما عمال بأخذوا حقهم الكامل، قليل ما بأخذوا حقوقهم الكاملة. فاليوم إحنا بنطالب من القيادات النقابية أن يطالبوا في رفع أجرة العمال. يعني السخار منهم اليوم بمستوى معيشة المعيشة بكفيناش، فلازم يرفعوا السخار منهم لأعلى من هيك اللي يقدر يعيش في مستوى متساوي مع الوضع العام. بنحكي عن يوم العمال لابد نحكي عن حوادث العمل، القتلة العرب وظروف عملهم. نعم لابد من هاي الشغلة، ولابد احنا دائما بنرفع شعاراتنا من طالب الأمان 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 للعمال. اليوم واجب كل عامل بأي مكان عمل عليه يكون حريص على عائلته وعلى نفسه، لأنه لا يعقل احنا دائما بنستهتر في قوانين عمل، في التزام بالعمل. يوم صاحب العمل بقول لك في 1 2 3 تلتزم بلباس، تلتزم بالنعل، تلتبس بالطايف، فاحنا لازم نحافظ. هذا جزء انه في قسم من عمالنا بتشاهد هاي الأمور وهاي بتأدي لضرر. فأنا بقول لعمالنا سلامي ثم سلامي ثم سلامي.